كان بده بحدود اكثر، وبده كمان شرح، وممكن بده كمان ابونا محاضرات عن هذا المحتوى الجميل. لكن هو مظبوط موضوع لاهوتي، لكن جدير بالإنسان المؤمن معرفة هذه الأمور المهمة في هذا الكتاب. فهذا كتاب جدا رائع، وأنا بنصح الكل يعني اللي عنده. أبونا، إذا بدنا نرجع هلا نحكي عن حلقتنا اليوم عن الإرادة الإلهية، وأيضا كمان في مقالتك عن الإرادة الإلهية استوقفني عدة أمور. أولا بدي أحكي بخصوص المقالة اللي أنت كتبتها عن إرادة الآب وإرادة الابن، وهي إرادة واحدة، ولكن اللي استوقفني أيضا أن إرادة الله كانت مختلفة عن ما نحن نفهمه، عن أنه إرادة الله أنه تجسد السيد المسيح لكي يخلصنا من الخطيئة، ولكن أنت فصلت أن إرادة الله منذ بدء الخليقة في هو توحيد الإنسان بالله، بالله وألوهية الإنسان. نعم. يعني أنه يجعل الإنسان كشبيه في الله في طبيعته الإلهية كإنسان، وهذه هي عملية التجسد. يعني هلأ أنت تشرح لنا إياها بتفصيل، بس هذا ما فهمته، وأن الخطيئة جاءت خلال هذه الخطة، وجاء يسوع المسيح ايضا، يعني كانها تاسك او كانها فعل مرافق، لا هي الفعل الاول اراده الله الاصليه هي في ان في تاليه الانسان. صحيح. وخلصنا من الخطيئه جاء بالمرحله من خلال هاي، بديش مرحله ثانيه او اراده ثانيه، هي اراده واحده، لكن ايضا جاءت مثل ما تقول بالطريق. صحيح. من وراء خطيئه الانسان. علاقه الله مع البشريه هي علاقه اراديه، وعلاقه بالواقع هي اعلى من ان تكون علاقه عدليه، هي علاقه اب مع ابنائه. نعم. بالتالي ربنا علمنا الصلاة الربية أن نقول أبانا الذي في السماوات. نعم. فالعلاقة الله مع الإنسان هي ليست علاقة عدلية. نعم. يعني أخطأ الإنسان، مشان هيك في تساؤل اللي موجود عند الناس عند البشر، أوف لهالدرجة خطيئة آدم كانت كبيرة، يعني وربنا أراد أن ينتقم وحط الإنسان في جهنم أو في الأرض أو في العذابات. نعم. وشيء من هالنوع، وكأن الله القاسي، الله أب. نعم. فبالتالي إذا نظرنا لماذا خلق الله الإنسان، لأن الله محبة، والمحبة هي دائما فيها فاعل وفيها مفعول به، فمحبة الله هو الله الفاعل والإنسان والمخلوقات هي المفعول به. نعم. وبالتالي الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، وهذا الأساس. أنا رح أدخل على موضوع خاص فيك، موضوع البقرات الحمر اللي طلب منك أنه تفسير هذا الموضوع من الديوان الملكي. نعم. وأنت أنهيت التفسير. نعم. وبعدت الرسالة. بقرة الحمراء هي بقرة واحدة وليست عدة بقرات، لأنه قالوا خمسة هن، يعني هذا بالإعلام يقولوا اللي بدهم إياه. نعم. لكن نحن نعتمد الكتاب المقدس. نعم. يعني بالدرجة الأولى نحن شيء يعني خارج الكتاب المقدس لا نؤمن به بالنسبة للعقائد، إذا ما إله يعني إذا شيء يعارض الكتاب المقدس نحن لا نؤمن به. لأنهم نسبوا للعهد القديم. الكتاب المقدس هي هذه البقرة الحمراء، هي مذكورة في عدد 19. نعم. في سفر العدد 19. نعم. وهذه موجودة بالله كلم موسى وهارون مع بعضهم البعض. نعم. وكلم موسى وهارون مع بعض ليش؟ لأنه موسى كان كليم الله، فيرمز إلى كال الله اللوغوس، هو كلمة الله. نعم. وهارون يرمز إلى كهنوت الله. نعم. المتجسد. بالتالي لما هذه، إذا هذه البقرة الحمراء اللي بجيب بقرة حمراء موجودة من الشعب، هذه البقرة الحمراء بتذبحها، واللي بخدها بتذبحها هو ابن هارون اللي هو إليعازر. نعم. بالتالي
هي ليس لها أي علاقة في بناء الهيكل ولا في الهيكل مطلقا. نعم. هي لها علاقة في خيمة الاشتراع. نعم. لأنه 1350 سنة لم يكن مبني الهيكل. نعم. ولم يكن مبني الهيكل على أيام موسى ولا على أيام هارون. صح. فكانت خيمة الاشتراع، وهي حدثت مرة واحدة في الزمن. نعم. وشو المرة واحدة في الزمن؟ لأنه الشعب الإسرائيلي، الشعب الإسرائيلي المضبوط نتيجة الموت الهائل اللي تعرض له نتيجة لدغات الحيات. نعم. في الصحراء، والله أعطاهم الحية النحاسية وقت لما موسى ينظر إلى الحية. نعم. يبرأ من لزعة الحياة، فكلهم دفنوا أمواتهم، فدفن الميت يعتبر نجاسة. لمس الميت يعتبر نجاسة. نعم. هذا كان له هذا الشيء، بالتالي قال لهم بتذبحوا البقرة الحمراء وبتحرقوها وهيك وبتخلطوا رمادها مع المي وبتنضحوا بها وبالتالي بتطهروا. نعم. الرماد هو رماد الدم والبقرة. نعم. الحمراء، والماء يرمز. نعم. إلى ماء المعمودية، فمشان هيك المسيح على الصليب خرج من جنبه دم وماء. وبالتالي هذه كانت مرة واحدة وذبيحة مرة واحدة للتطهير في العهد القديم، ولن تتكرر ولم تتكرر.